الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير بدعم وتنمية المرأة السيناوية التي قامت بدور مشهود في بث روح الوطنية في أبنائها وعدم الانزلاق في أفكار سيئة تضر بالمجتمع المصري، بالإضافة إلى دورها في مكافحة الأفكار الإرهابية والمتطرفة. كما تمثل المرأة السيناوية في قرى محافظة شمال سيناء قوة اقتصادية فاعلة في الحياة بما تقيمه من مشروعات متناهية الصغر مدرة للدخل والتي تعتمد عليها في سد احتياج الأسرة، هذا إلى جانب المشغولات اليدوية وهي تحاول من خلالها الحفاظ على التراث السيناوي بكافة أشكاله وتحقق دخلاً لأسرتها لرفع المستوى الاقتصادي لها وإثبات وجودها كشريك فعال في المجتمع. الصندوق الاجتماعي للتنمية تبنى عدة مشروعات لتنمية المرأة السيناوية، منها توصيل مياه الشرب في محافظتي جنوب وشمال سيناء، إضافة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمول من الصندوق بحوالي 628 مليون جنيه مع 440 جمعية، نظراً لأن المرأة السيناوية لديها حرفة تراثية رائعة. هذا إلى جانب معارض الصندوق الاجتماعي بالخارج التي تشهد إقبالاً واهتماماً كبيراً حيث تعرض هذه المنتجات السيناوية.